سيادة المستشار مساء الخير، وسعيد جدا ان انا معاك عدد كبير من اللقاءات، يعني بقيت محظوظ ان انا بقدر اعمل لقاءات كتير مع حضرتك. نفسي اعرف ايه السر اصلا. مساء الخير، امسي عليك وعلى المستمعين الكرام. مذيع متميز، وارقامك عالية جدا عند اخواننا العرب في الاغتراب من اليابان لأمريكا وأمريكا اللاتينية، وهذه شريحة احنا نستهدفها بكثرة في الترفيه. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. لا، أنت من أعلى البرامج مشاهدة عربية في أمريكا وفي أمريكا اللاتينية وفي أوروبا. أنت ويجي بعدك قناة LBC اللبنانية انترناشونال، فمهم أننا نوصل هذه الشريحة، وما في أفضل من النافذة اللي في برنامج كنا نوصل لهذه الشريحة لأنها تهمنا. يعني ممكن كل واحد فيكم يعرف نفسه، انتوا جزء يعني مهم في فريق العمل مع سيادة المستشار. انا فيصل بافرط، رئيس تنفيذي لهيئة الترفيه. حمد الخريجي، رئيس تنفيذي شركة عربية للعلاج الخارجية ورئيس مجلس إدارة شركة وسائل السعودية. محمد عبد المتعال، مدير عام MBC مصر وشمال افريقيا. اهلا 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 فيك. عدنان كيال، من فريق معالي المستشار تركي الشيخ وفي شركة صلة. سيادة المستشار، احنا دلوقتي داخلين على الموسم الرابع، ايه اللي حصل؟ ماذا حدث في المواسم الأربعة؟ وصلنا لغاية فين؟ لا، وصلنا الأرقام فوق المتوقع الحمد لله، وهدفنا أعلى وأعلى. الترفيه بشكل عام، ويمكن أعلننا أنا وأخوي فيصل، تعدينا 120 مليون من الزائر في الترفيه في السنوات في كل مناطق المملكة، من يوم ما سيدي الله يحفظه أعلن عن رؤية المباركة واستحدث قطاع الترفيه، الهيئة العامة للترفيه للإشراف على قطاع الترفيه. وموسم الرياضي لما نتكلم بشكل خاص، تعدينا 37 مليون زائر، وهذا رقم جدا كبير في ثلاث مواسم، وداخلين على الرابع إن شاء الله. سيادة المستشار، التي شيرت اللي حضرتك لابسه وإحنا في لندن، إيه اللي حكاية؟ إيه الموضوع؟ أنا اللي ملتزم معهم، ملتزم فيهم الآن. هذا تي شيرت عن الفايت اللي اعلناه يوم امس، وكلنا كنا لابسينه، بس هم غشوني ولبسوا وغيروا. انا ما لحقت اغير. هذا يرمز لافتتاح موسم الرياض، وهذا المسمى الفايت. فاحنا عشان نعيش الحاله، كلنا الايام اللي راحت كنا في وقت الاجتماعات هنا، كنا كل اللبس والثيم عن الموضوع، عن الافتتاح. ايه علاقه الترفيه بالملاكمه؟ يمكن ناس كتير تسأل، انت ايه علاقتك بالملاكمة؟ هذا الحدث العظيم الكبير، مؤتمر الصحفي اللي حصل الايام اللي فاتت، ايه العلاقة؟ الملاكمة لعبة تندرج في العالم تحت نطاق الترفيه، الملاكمة المحترفة، مو الملاكمة الأولمبية اللي في الأولمبيات اللي فيها. الملاكمة المحترفة دائما في كل مكان في العالم، هنا في لندن، في أمريكا دائما تلقاها في فيغاس وكذا، تندرج ضمن تحت قطاع الترفيه، ودائما الناس المهتمين بالترفيه يهتمون فيها، لأنها تختلف قوانينها من مباراة لمباراة على حسب الاتفاق بين المنظمين، مبالغها المالية، جوائزها، أحزمتها. فرياضة من أهم الرياضات على مستوى العالم، حصلها في الفترة الأخيرة في 10-15 سنة الأخيرة نوع من الإهمال وعدم ظهور كاركترات مهمة فيها. احنا الان في الفترة الحالية مهتمين جدا، والمملكة من بداية الرؤية، رؤية سمو سيدي الامير محمد بن سلمان، استقطبت احداث رياضية مهمة كثيرة وترفيهية كثيرة، وكان من اهمها الملاكمات. يعني هذه مو اول ملاكمة تقام في المملكة العربية السعودية. انا بالصدفة يعني حضرت العديد من اللقاءات والاجتماعات في اعداد لمفاجآت كبيرة في يعني في مجتمع الملاكمة، وامبارح ما كنا في المؤتمر الصحفي كان في اهتمام كبير جدا، ايه الحكاية برضه؟ المميز لهذه المباراة، بالاضافة لحجمها، انها بين بطل الملاكمة وبطل الام ام اي، وفي الوزن الثقيل، لأول مرة تقام في الوزن الثقيل، اننا دمجناها مع حفل الافتتاح، وهذا نقطة جدا مهمة في موسم الرابع. واشترطنا على الشركات العالمية مثل ESPN، TNT هنا في بريطانيا، برايم، أمازون في أماكن معينة من العالم، دازن، صح،
في بريطانيا في اليابان وغيره، شاهد واس تي سي في الشرق الاوسط الان نتفاوض معاهم، اشترطنا عليهم مع النقل التلفزيوني اللي نتوقع انه يصل حوالي 600 مليون مشاهد نقل حفل الافتتاح عشان نوري العالم افتتاح موسمنا. فهذا وين وين ديل، فاحنا متعاملين مع هذه المباراة مع أهميتها وما أحداثها كحفل افتتاح للموسم. حتى راعينا في الوقت أنه يلائم بريطانيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأيضا اليابان وأستراليا، حيكون وقت متأخر جداً في الميدل إيست في يوم 28. بس فهمت أنه ممكن يبقى في مفاجآت تانية في هذا المجال أصلاً. أنت حاضر أشياء وشايف أشياء نعلنها في وقتها عشان هالعالم وهالأشياء الأحداث هذه اللي في موسم الرياض كل واحدة منها تأخذ حقها. طب نرجع تاني لموسم الرياض، معانا عدد من يعني الناس الأساسية في هذا الموسم، ممكن نمشي شوية نقول للناس احنا عملنا كم مسرحية، عملنا كم ليلة، عملنا كم حفلة، كل هذه الأرقام، وأنا أعرف أنك تعشق هذه الأرقام القياسية. احنا تجاوزنا 22 رقم قياسي في هيئة الترفيه. فيصل ممكن يزودك في الأرقام اللي موجودة عندنا الآن، الأرقام اللي سألت عنها كلها معلنة، بس في أرقام معينة ممكن فيصل الآن يزودك فيها. يعني احنا بنتكلم على، ذكر معالي المستشار انه احنا استفدنا استضفنا في موسم الرياض الى الان المواسم الثلاثه السابقه 37 مليون، فالموسم القادم نستهدف 15 مليون زائر من داخل وخارج المملكه، ونستهدف ان احنا نخلق 200 الف وظيفه مباشره وغير مباشره، ويشارك في الموسم اكثر من 1680 شركه محليه وعالميه. بالنسبه للسياح يعني احنا اعلنا عن الاسبوع الماضي، تم الاعلان عن الربع الاول من السياح، حوالي ارتفاع 3 مرات، حوالي وصلنا 7.5 مليون سائح، والدخل من السياح في هذه الفتره اكثر من حوالي 37 مليار ريال سعودي، يعني حوالي 10 مليار دولار. موسم الرياض هالسنه نستهدف 1.5 مليون سائح. موضوع السياحه جدا مهم، ملف مهتم فيه سمو سيدي من ضمن الرؤية، معالي الأخ أحمد الخطيب وفريق العمل قاموا بعمل رائع جدا. أنت لما في من تقارن الربع الأول من 22 بالربع الأول من 23، لما ترتفع 300% ولما تحقق أكثر من 10 مليار دولار، معناه أنك حتحقق من السياحة أكثر من 40 مليار دولار. هذا رقم كبير في العام كله، في العام كله رقم ضخم، رقم ضخم، طفرة كبيرة كمان. طفرة كبيرة، وليست فقط سياحة دينية، يعني سياحة حتى ترفيهية وعلاجية وكل أنواع وبزنس، كل أنواع السياحة. اهتميتوا بمحتوى معين، نوعية المحتوى ده في الأربعة أو وإحنا داخلين على الموسم الرابع، المحتوى ده شكله عامل إزاي؟ ما فيش أي محتوى يا عمرو اهتم، يعني إننا يعني إنه معتمدين عليه اعتماد كامل أو مركزين فيه. إحنا محتوى جدا متنوع، المقام الأول فيه والأكثر بالأرقام محتوى محلي سعودي، بعده يجي الأول السعودي المحلي، المحلي السعودي بالأرقام، وبعده المحتوى الأجنبي العالمي، بعده يجي المحتوى المصري، بعده المحتوى اللبناني، بعده المحتوى الخليجي أو الخليجي وبعده اللبناني، بعدين باقي المحتوى العربي وبالأرقام. يعني موسم الرياض يعني العنصر الرئيسي فيه والركيزة هو المحتوى السعودي. ممكن فيصل يزودك بالأرقام اللي 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 الأفريج لآخر 3 سنوات، أفريج المحتوى عندنا. ليه الانطباع مش كده؟ الانطباع اللي موجود عند الناس مش هو ده، وحقول لحضرتك إيه اللي بيتقال. يعني في ناس يحاولون يصدرون هذا الموضوع من ناحية تنافسية، من ناحية كلام في الهواء. احنا علينا من أرقام وواقع. في ناس المحتوى اللي تبعهم هو اللي يوصل لهم، لأنهم يتابعون قناة معينة وإحنا نستهدفهم بهذه القناة بالمحتوى تبعهم، فيعتقدون أن الموسم فقط المحتوى تبعهم، بينما لو راحوا لقنوات أخرى حيلاقي في كل قناة شيء يناسب المحتوى لهذه القناة. خلينا بقى مباشر معك أكتر، أنتوا بتحاولوا تستحوذوا على القوة الناعمة في المنطقة؟
نحن لا نحاول الاستحواذ على أي قوة ناعمة في أي مكان في العالم، نحن نحاول رفع جودة الحياة للمواطنين في البلد عن طريق الرؤية المباركة لسمو سيدي ومتابعة الشخصية لكل القطاعات، ونستهدف زيادة عدد السياح. وبالعكس احنا ولا عمرنا اللي حاول يستحوذ على قوة ناعمة بيستخدمها في أشياء أخرى، بالعكس احنا بنبروز كل أنواع الفنون بأعلى مستوى بأعلى جودة. فيصل أنا أتمنى أنك تسأل فيصل عن أرقام كل محتوى الأفريج حقه في الثلاث سنين، ولغة الأرقام لا تكذب. كلنا النسب المئوية للمحتوى اللي اتعرض في الثلاث مواسم قبل كده. طيب بالنسبة للمحتوى السعودي 37%. 37% السعودي. 37% السعودي. يليها المحتوى العالمي 33%. بعد ذلك المحتوى المصري 11%. المحتوى المصري 11% فقط؟ فقط 11%. بعد كده بيجي المحتوى الخليجي 9%، والمحتوى اللبناني 6%، والباقي بقية المحتوى العربي. ده احنا عاملينه يعني زي ما بيقولوا تفنيد او تفنيط للمحتوى اللي موجود، سواء كان مسرح سواء كان موسيقى سواء كل انواع الفنون اللي بتتعرض في موسم الرياض. كل شيء حتى المطاعم. في ناس مثلا بعطيك مثال يعتقدون مثلا اخواننا في لبنان ان المحتوى اكثر لبناني، لان ايش؟ مركزين على قنوات معينه وعلى شراكة مع LBC وقنوات أخرى لبنانية في النقل، فهم لما يتابعوا قنواتهم فالمواطن بيشوف قنواته MBC مصر، المواطن المصري بيشوف قنواته الخليج MBC1 وروتانا خليجية فبيشوف قنواته. فكل محتوى طبعا العالمي نشتغل على كل القنوات. ففي النهاية هو ده الترتيب في الثلاث مواسم اللي فاتوا، الأفريج في الثلاث مواسم اللي فاتوا، هذا أفريج. جمعنا الثلاث مواسم حصلنا على هذه النسبة. في مواسم يرتفع فيها وينقص، لكن الأفريج كله بشكل عام هذه الأرقام. أستاذ محمد، MBC مصر بتعرض كتير من حفلات موسم الرياض، ملاحظ الملاحظة اللي بيقولها سيادة المستشار؟ متفق مع اللي قاله معالي المستشار 100%، لأن أنت عندك حفلة كل يوم خميس مثلا أو كل يوم جمعة، بس بقية الأسبوع في حفلات بتتنقل عند زمايلنا في MBC 1 أو زمايلنا في روتانا في نفس اليوم أو في نفس الوقت
بتبقى في حفله في مسرح محمد عبده وحفله في مسرح بنشمارك. الحفلتين ومثلا في الاسبوعين الاخيره في الصيف، ومحمد يعرف لانه كنا نعرض عليه حاجات يختار منها، كان في احيانا في وقت واحد تقام 5-6 حفلات مظبوط في جوله المملكه. مظبوط. استاذ عدنان نفس الشيء في المسرح. نعم. لانه نعم. انا كذا مره بذكر انه اكبر موسم مسرحي في العالم العربي بقى دلوقتي موجود في موسم الرياض، يعني فيش دوله عندها الريبرتوار او البروجرام بتاع المسرح اللي في موسم قد موسم الرياض دلوقتي. صحيح. احنا من بدايه 2019 الى اليوم قيمه انتجت 75 مسرحيه، 40 منها مصوره، ومن سعوديه، عربيه، خليجيه، عالميه، فهي منوعه، هي ما هي مختصه بجهه معينه او مدينه معينه. يقولون ان الفنانين في العالم العربي تحب ان تذهب الان الى الرياض لانه الرياض بتدفع اكثر من اي حد للمملكه قصدك كمان وللمملكة، يعني لموسم الرياض ولكل حفلات المملكة. رد حضرتك على هذا الأمر؟ وهذا شيء طبيعي، الموضوع ليس فقط مادة، الموضوع أول شيء الاهتمام بالفنان من لحظة وصوله، ركوب الطيارة في بلده للحظة وصوله للحظة توديعه، تفاعل الناس معاه في الأوتيل، في الشوارع، في المطاعم، نوع المحتوى اللي يقدمه وجودة المحتوى، ومن أفضل المسارح اللي يعمل عليها سواء حفلة غنائية، حفلة مسرحية، يعني مسرحيات، مطاعم، whatever يعني كان الموضوع، تفاعل غير طبيعي من الجمهور، محبة جدا عالية، وعائد مادي جدا رائع ومجزي، ونقل تلفزيوني على أعلى مستوى، وتغطية إعلامية على أعلى مستوى، فرصة نادر على مستوى العالم انها تتكرر للفنان، فاكيد ليش ما يحب انه يشارك فيها. بعدين انا يعني مساله الفلوس انا ماني فاهم، يعني كل الناس يعني جزء كبير من عملها تعمل عشان الفلوس، هل الفلوس الان اصبحت عيب؟ انت يا عمرو كمذيع تشتغل فقط عشان يعني اوكي هوايه او شغله انت، بس هل ممكن انك تشتغل؟ لا، المقابل المادي مهم طبعا. انا كوزير مقابل مادي، فيصل كرئيس هيئه الترفيه حتشتغل بدون مقابل، محمد كشركه خاصه هيشتغل بدون عقود معانا وبدون مقابل. حكايه المقابل هذه اللي يتكلم فيها عنده واحده من ثلاث مشاكل، يعني ما عندي شك فيها. حاجة بطريق في تفكيره أو قواه العقلية، أو عدم قدرة على المنافسة في اختلاق أعذار، أو حسد وتمني أنه يكون مكان الشخص اللي راح. عقل الإنسان ما يستوعب أي، يعني أنا عقلي ما أستوعب إلا واحدة من هالثلاث حلول. لم نواجه مثل هذا الكلام مع أي شخص عالمي. يعني لما يجي لك مطرب عالمي، لاعب عالمي، ما فيش. ولكن أيضا أنا لاحظت حاجة، إنه العالميين دول دولهم لا تهاجمهم إذا أتوا إلى المملكة. هذه حقيقة. يعني محدش هاجم رونالدو، محدش هاجم بنزيما، محدش هاجم. لأن هذا الطبيعي. شوف يا عمرو، هي نتيجة تراكمات. إحنا أول حاجة لا يهمنا هذا الموضوع، لكن نتمنى أن لا يؤثر على الفنان نفسه وعلى نفسيته من أي مكان في العالم إذا جاء للمملكة. بالنسبة لنا إحنا بالعكس، سوى إثارة قد تجذب الأنظار لنا زيادة، لكن إحنا تعودنا على هذه الطريقة ومن جهات معينة يعني وبأساليب معينة لا قيمة لها. وأحب أقول لك أنه ولا فنان حضر للمملكة العربية السعودية إلا حصل كل ترحيب واحترام لفنه ولأفضل طريقة تعامل وديل مادي ومعنوي وإعلامي وبرستيجي وتاريخي يليق فيه. وخليني أكون معك أصرح،
يا ريت ونتكلم بوضوح. أيوه أنا بالنسبة لي أنا ما أشوف أبداً أن الفنان محمد الحلو غلط. يا سلام. نتكلم على ناحية موضوع الفنان محمد الحلو في أغنية مشهورة لا هي قرآن ولا من كتاب مقدس، بيعيد ويردد في كوبليه 6-7 مرات بجملة يا عمارة يا اسكندرية. جاء واحدة من الترديدات وقال عمارة يا سعودية. واحد السعودية هذه إيش؟ عدو مثلاً؟ عشان أحد يزعل؟ بس السعودية لحظة، السعودية مش دولة شقيقة؟ طبعاً. تمام؟ هل فيها أي استنقاص؟ يعني المفروض أنه مثلاً يطلع يغلط على الجمهور السعودي؟ هل هي حادة مستغربة؟ لا، غير مو شيء مستغرب. أكبر الفنانين في كل العهود في كل الدول، غنوا لدول أخرى وقاموا سواء فنانين سعوديين غنوا لمصر في احتفالات معينة أكتوبر وغيرها، وفنانين مصريين غنوا للمملكة ابتداء من عبد الوهاب وأم كلثوم عبد الحليم وكل الفنانين إلى وقتك الحاضر. فمو شيء مستغرب، في الخليج تشوف الجسمي تشوف الرويشت كلهم غنوا. الحساسية هذه مصطنعة، والحساسية هذه إذا لقت جهات تغذيها هنا المشكلة، وإذا لقت جهات لا تردعها هنا المشكلة. إحنا من جهتنا دائما نحاول نضبط الأمور، من جهتنا نعرف أن في بعض الجهات وبعض الجرائد الصفراء في خلال بث الحفلة في وقتها قبل أن ينتهي يروح يحط لك العنوان والمنشيت ويجهز الضحية عشان تتسلخ على قولتهم في المنشن وفي السوشيال ميديا. أنا رسالتي للفنانين إنهم لا يتأثرون، بالعكس. مثلا الفنانة أصالة شكرت المملكة العربية السعودية، وش المستغرب فيه؟ المملكة العربية السعودية متبنية أصالة منذ بدايتها، وأصالة أجمل الأعمال وأحسن الصفقات اللي سوتها في تاريخها الفني تمت مع كيانات إعلامية سعودية، روتانا، MBC، المجموعة السعودية للأبحاث. فإيش المشكلة أنها تشكر المملكة العربية السعودية؟ إيش الحساسية في الموضوع؟ بعدين لو كان في حساسية يصير حساسيتكم أنتم والفنان، المملكة تدخل في الحوار في إيش؟ أنا ما أحدد الدولة الآن، أنا أتكلم بشكل عام. كل الفنانين كل المفروض ما يعملوا حساب لهذا الكلام. أنا في الزمانات طلعنا حتى تعميم أننا مش عاوزين أي حالة شكر وكذا على المسرح. على المسرح الآن بالنسبة لي، وأنا قلت لهم الموضوع هذا من الأسبوع اللي راح، اللي يحب يعبر عن امتنان المملكة العربية السعودية أهلا وسهلا. يعني هذه الطريقة اللي بتكون مريحة للجميع، انه فعلا يحسوا انهم ما يغلطون، هم فعلا ما غلطوا. هل انت شايف هذا الموضوع؟ لا ما فيش خطأ خالص. هل يعني طب انا ما افهم الحساسية هذه في جرش، طبعا قال كلام ما افهم الحساسية هذه في قرطاج، وبيحدث انه بيطلع الفنان بعد ما يخلص يشكر اهل تونس او اهل الاردن او اهل المغرب. انت جاوبت. جهات وجرائد صفراء تستفيد من هذا الموضوع الذي لا يعني لنا شيء. احنا همنا في المقام الاول، وانا اقولها لك من الان، اي فنان لديه محتوى محترم يفيدنا لنا رغبة فيه ويحب المملكة العربية السعودية ويريد أن يطرح أو يعرض هذا المحتوى في المملكة العربية السعودية سيجد كل الدعم. نحن ندعم الإبداع أينما كان في كل أنحاء العالم. سيد مستشار، خلينا أبقى صريح معك أكتر. إحنا ابتدينا في المرحلة الأولانية إنه لا أنا ما روحش الرياض، أنا ما روحش السعودية، أنا كذا كذا فنانين، إلى انتقلنا إلى مرحلة أخيرة الآن، هم ليه ما بيجيبونيش السعودية؟ هم ليه واخدين موقف مني في السعودية؟ أنتوا معايير الاختيار بتبقى عاملة إزاي؟ للي يفيد جمهورنا، وفعلا هذه حقيقة يا عم، للي يفيد جمهوره واللي يرغب جمهوره واللي نرى أنه مفيد بالنسبة لنا، واللي
فعلا طرحه وطريقته تكون محترمه واسلوبه. يعني انت لا تجيني يعني مثلا بعطيك مثال بدون ذكر اسماء، بس بعطيك مثلا مثالين او قصتين حقيقيه حصلت. واحد يدعي انه نعرض عليه عشرات الملايين او ملايين الدولارات لعمل نشاط فني في المملكة العربية السعودية، وهذا غير حقيقي، ويعيش بعدها دور البطولة انه رفض الفلوس، انه رفض الفلوس. او واحد لم توجه له الدعوة وفي نفس الوقت يقول انا مثلا لا ارغب بالذهاب، وانا لو توجه لي الموضوع لن اذهب. وفي كل الحالتين للأسف انهم خلف الستار بيتواصلوا ويعني ويتمنوا وبيوسطوا ناس انهم يحضرون ويقومون بالمشاركة. يعني يقولوا ان هم رافضين بس في نفس الوقت يطلبوا انه ياريت نبقى موجودين في الفعاليات. يعني صحيح. انت سؤالك كان ايش بالضبط؟ اللي هو البداية انه لا مش رايح دلوقتي يقول انا ليه مش بروح. نفس الترفيه ايش؟ مراجيح مولد النبي. بعدين كتير قوي كده الترفيه. بعدين ليه ما عندنا ترفيه؟ بعدين عندنا ترفيه بعد 5 سنوات. هنا عظمة رؤية الأمير محمد بن سلمان، لأنه فعلا لما ابتدأ هذا الأمر وتم اختيارك لهذا المنصب، عشان بس نفكر الناس، اتقال يعني ايه هي اخرها حفلة وحيجيب 2 يغنوا والاخره. دلوقتي اللي بيتقال العكس، ايه كل الناس اللي على المسرح دي؟ يعني كان الاول الكلام انه لن يكون هناك إلا مطرب أو مطربة، الآن يقول لك هم ليه جايب 8 مطربين. على فكرة أنت ليه جايب 8 مطربين في المسرح؟ لأننا نقدم محتوى لا يستطيع غيرنا تقديمه أي ما كان، أي من كان. الموضوع ليس فلوس فقط يا عمرو دياب ومنير. أنا أعطيك مثال طبعاً تفهمه، مثال تفهمه. عمرو دياب ومنير ألم يواجهوا في حياتهم منتجين أو ناس أغنياء على مستوى أنهم قادرين أن يدفعوا لهم مبلغ مالي ليجمعونهم مع بعض على مسرح واحد؟ طبعا. الموضوع ليس الموضوع قبل المادة، فيه محبة وفيه اقتناع وفيه إيمان بالمحتوى الذي يقدم. زي حفلة طلال مداح، محمد عبده اللي كان يتنافس مع طلال مداح عشرات السنوات وقف مع 42 فنان وغنوا أغاني طلال مداح في المسرح. اشمعنا في الرياض الفنانين دول بيوافقوا يقفوا جنب بعض؟ الناس كلها بتقول فلوس، الناس بتقول ان انت عندك مقابل لا يمكن رفضه، لانه احنا عفوا يعني احنا عمرنا ما شفنا المتضادين كلهم، خصوصا النساء، وتعلم يعني المطربات عندهم مشكلة، والرجال بعد ذلك في كل الجنسيات، يعني مصريين خليجيين. أنا شفت أحلام وهي جاية تغني 5 دقايق في حفلة أنغام. طيب هذا لا يحدث في أي مكان. طيب أول شيء الترفيه أنت مختصرة في حاجة واحدة اللي هو الغنى على المسارح، وتتكلم في الجزئية. أنا ما نبغى نصدر العالم أن الترفيه فقط في هذه الجزئية، ولا لو هذه الجزئية مهما كان عندنا من عشرات المسارح ما كنا وصلنا 37 مليون زائر. هذه جزئية بسيطة اللي توصل للناس. هذا مثال أبي أوضح لك أنه فعلاً أن الناس لما يشوفوا أشياء هذه في التلفزيون يعتقدوا أنه هذا هو الشيء. كل هذا الأمر أي. سؤالك تأكيد أن المادة جزء مهم من المعادلة، لكن معها على نفس الطاولة محتوى رائع، مسرح فخم، فرقة رائعة، بروفات رائعة، جمهور رائع، نقل تلفزيوني رائع، تغطية إعلامية رائعة، شخصيات تشاركك من جميع أنحاء العالم، إحساس أن هذه المادة راح تعيش عشرات ومئات السنين وأنها هتبقى شيء، والجانب الإنساني والتعامل الشخصي. يعني إحنا بنكلمهم بمحبة، نقنعهم بالفكرة، حتى لو عرفنا أن في أشخاص منهم بينهم خلافات نحرص على حلها خلف الكواليس عشان مصلحة العمل. هذه معادلة أعتقد صعب تلقاها عند الناس غيرنا. يعني ممكن أبقى صريح أكتر، الناس بتقول إن أنتوا بتشتروا لعيبة كرة، أنتوا بتشتروا فنانين في كل الجنسيات،
انتوا بتشتروا اعلاميين، انتوا بتشتروا كل حاجه دلوقتي. رايك ايه في الكلام ده؟ اظن انت حضرتك يعني تابعت بالنسبه لل لكره القدم، الافضل والاحسن لشرح هذا الموضوع وشرح رؤيه سمو الامير محمد الامير عبد العزيز وزير الرياضه. انا خلصت من ملف الرياضه، لكن انا بقول لك رايي الشخصي، انا ما اتهرب من السؤال. كل دوريات العالم تحرص انها تصير على اعلى مستوى جوده حياه لمواطنينها والاحضار سياح. ما سمعنا هذه الاصوات مع الصين، ما سمعنا هذه الاصوات مع امريكا بالضبط، ما سمعنا هذه الاصوات مع الدوري الانجليزي اللي كان في التسعينات ضعيف قبل ما يدخل فيه مستثمرين خليجيين وغير خليجيين وقووه، حتى استحواذهم على عناصر كثيره وحربهم مع الدوري الايطالي اللي كان في هذيك الفتره من الاعلى. ما سمعنا هالاصوات، لماذا نسمعها المملكه العربيه السعوديه؟ تمام. هل هو جانب حلم ولا مو حلم انك تشوف كريستيانو ورونالدو ونيمار وماني وبنزيما في دوري واحد؟ هذا فخر، فخر للمواطن السعودي، فخر للمواطن العربي، رفع جوده حياه، مسارع ملاعب كلها الان مليانه، بيدافعوا عن المملكه، بيتكلموا عن المملكه وينقلون الصوره الصحيحه عن المملكه. بالعكس هذا شيء يبسطنا، هذا بجانب كره القدم. واكيد ان هالاشخاص بيجوا بثمن معين بصفقه معينه، ما اي لاعب كوره بيروح لباريس سان جيرمان او بيروح مانشستر سيتي او بيروح لامريكا حيندفع له مبلغ، فانت لازم عشان تعوضه عن اشياء او مميزات معينه تدفع له شيء معين وتعوضه بمميزات اخرى عشان يجي لك ويصير من مصلحتك. هذا بالنسبه لكره القدم، اعتقد انها جدا مفيده. بالنسبه للفنانين، من الفنانين اللي قاعدين نشتريهم؟ والان في خلال 4 سنين ايش شفت اننا استفدنا كناحيه اللي بالناحيه بالمفهوم اللي قاعد تتكلم فيه غير المحتوى واسعاد زوارنا من الفنانين هذولي؟ وبعدين انا كلمه هذه نقطه برضو مهمه، لا ترخصوا الناس، لا تحسسوا الناس انهم سلعه تنشر وتنباع. الناس مو كلهم كذا. لا تزيد ثقافة انه الانسان قبل عشان الفلوس. ما الفلوس جزء مهم من المعادلة. انت لو نعرض لك ربع الفلوس هذه حتيجي جري، بس ما نعرض لك. فهمتني يا عم؟ فهذه بالنسبة للفنانين. الاعلاميين، من الاعلاميين؟ انا اللي بكون اصرح معك. 80% يتكلمون عنك، صح؟ صح. طب ابغى اسأل واقولها الان على الملأ، عمرو أديب أنت مجتهد، مذيع متفوق، رائع، ناجح، شاطر، لكن جزء من نجاحك وجزء من تاريخك صناعة سعودية. أغلب عمري بشتغل في محطات سعودية. كم اشتغلت في أوربت؟ 15 سنة 14 سنة. وهي البدايات صح؟ واللي عرفت الناس فيك. أيوه بالضبط. بعدها فترة جاب نتيجة بيع أوربت نتيجة الأحداث السياسية في مصر، وبعدين الآن أنت داخل السنة الخامسة مع MBC بالضبط. فأنت صناعة، جزء من الصناعة السعودية يا عمرو، اللي نفتخر فيها ونعتز فيها ونحبها يا عمرو. وأنا لي الفخر كمان أنا بشتغل يعني وبالتأكيد راح تغطي أشياء تهمنا. ليش تغطي أشياء تهمنا؟ أنت أول شيء تشتغل في مؤسسة إيش؟ سعودية. عشان كده انت بتغطي هذا الموضوع. فشراء فنانين وشراء اعلاميين ما فهمت ليش؟ وهل تحتاج المملكه العربيه السعوديه انها تشتري اعلامي عشان يشكر فيها، عشان يعني بتستفيد منه في حاجه او توصل رساله؟ المملكه العربيه السعوديه عشان توصل رساله لاي مكان في العالم عندها جهات مسؤوله، عندها وزاره خارجيه، وعندها يعني أرقام وإعلانات. وإحنا يعني أنت تتكلم مع شو نقول عملاق في الشرق الأوسط من عمالقة الإعلام اللي هي المملكة العربية السعودية، أكبر المؤسسات الإعلامية اللي موجودة في الشرق الأوسط مؤسسات سعودية. أستاذ محمد، وإحنا داخلين على الموسم الرابع، إيه هي الأهداف غير المباشرة التي تحققت من الترفيه؟
يعني الناس زي ما بيقول سيادة المستشار بتشوف بس الحفلة، بتشوف الغنى، بتشوف المطربين، إنما في أشياء تحققت على الأرض في المملكة العربية السعودية من خلال مواسم الترفيه. يعني في البداية يعني إحنا المملكة منحتني الثقة طبعاً كشركة سعودية مثل القطاع الخاص زي 1500 شركة أو 2000 شركة نكون جزء من أكثر موسم. تعرف إحنا في قطاع الدعاية والإعلان مثل أي قطاع يعني في مواسم، ومعروف موسم رمضان في الإعلانات، موسم باك تو سكول. إحنا اليوم صار عندنا موسم جديد، موسم الرياض، وهذا خلق لنا سوق كبير ونشط الحركة الاقتصادية بشكل كبير. طبعاً كثير جهات بسبب الحركة الاقتصادية هذه قاعد تصير مدينة الرياض عندها رغبة تكون جزء من هذا الحدث الكبير، فتوصلنا كثير طلبات رعايات، ولذلك تلقى في كثير جهات يعني آخر 3-4 سنوات الأرقام اللي حققتها موسم الرياض في الرعايات هي الأعلى في المنطقة، وصلنا أرقام تفوق 400-500 مليون. خلني أتكلم. هو بقول لك جزئية، هو ما يبغى يذكر الأرقام، عرفت؟ وأرباحنا نمسك الخشب. إحنا الموسم هذا مستهدفين 450 مليون ريال في فترة 3 شهور وشوي من داخل المملكة، يعني تتكلم 130 مليون دولار، ونستهدف حوالي 50 مليون دولار من خارج المملكة، لأن عندنا أحداث عالمية كثيرة زي الملاكمة، زي وضروري نتكلم معاك عن الموسم وتفاصيله، بالإضافة للتوظيف 150 ألف في المواسم السابقة ما بين وظائف مباشرة ووظائف غير مباشرة، موسم هذا نستهدف 200 ألف. بس محمد الآن ممكن يعطيك صورة على حتى يعني مدى الضغوطات اللي عليها حتى من شركات عالمية للمشاركة في الموضوع. يتخيل الناس أن أنتم ما بتعملوش دخل، يتخيل أن هناك إنفاق فقط. لا، في صناعة متكاملة، يعني فعلا في صناعة متكاملة. يعني أتكلم من الجانب اللي الدخل اللي هو يمكن جزء كبير منها الجانب الإعلاني، فعلا في طلب وفي تنافس من الشركات المحلية الكبيرة، واليوم جزء منها كذلك يعني قاعد يتكلم معنا من بدري على لأن هم يستهدفون السياح، يستهدفون يوصلون خارج المملكة، فبدل ما يروح لوسائل إعلام أو جهات خارجية صار لقوا أن موسم الرياض قاعد يروح للخارج، فبالتالي وجود تواجدهم مع موسم الرياض لاستهداف الخارج صار بالنسبة لهم يعني عنصر أساسي. هذه من ناحية. الناحية الثانية فعلا في طلبات وفي اهتمام من جهات خارجية عالمية أن يكونوا جزء من موسم الرياض، وخصوصا الأحداث الموجودة ما هي موجودة، ما أقول لك في المنطقة، ما هي موجودة حتى على مستوى العالم. فاليوم حتى إحنا كجهة قاعد نشارك في موضوع الرعايات، إحنا قاعدين نطور من نفسنا، نتعامل مع جهات بشكل جهات كبيرة عالمية، نستفيد من خبراتها عشان نقدر أننا نتكامل ونكون جزء من هالصناعة الكبيرة اللي قاعد تطور بشكل كبير في المملكة. عمرو، نقطة جدا مهمة فيصل ذكرها، اللي هو عدد الشركات اللي في الموسم الثالث 1680 اللي نستهدفها هالموسم. كان في الموسم الثالث كم يا فيصل؟ 1670 يعني 80. تتكلم عن شركتين أو ثلاث منها حكومية والباقي قطاع خاص. كل قطاع خاص. محمد، قطاع خاص مطروح في السوق السعودي. محمد تضاعف حجم الإعلانات عنده بشراكته مع موسم الرياض، ما دخل معنا من الموسم الأول، دخل معنا في آخر الموسم الثاني ثم الثالث والآن الرابع، تقريبا 3-4 مرات. يمكن الناس كلها ما بتشوفش الأرقام دي كمان، يعني ما بتشوفش التأثير غير المباشر، التوظيف، ما بتشوفش الشركات السعودية التي تتعامل وبتطلع أرباح من هذا الموسم وبتتعامل معاه. عمرو، إحنا يهمنا أن أهلنا هم اللي يشوفون ويلمسونا. إحنا مو مشكلتنا أو هدفنا أننا نخلي الناس ونقنعهم. اللي مش في الخارج، اللي مش عاوز يقتنع براحته، مش عاوز يشوف براحته. اللي مو شايف القطار السعودي اللي ينطلق بسرعة تفوق سرعة ما شاء الله الصاروخ والضوء للرؤية ومستهدفات، احنا كل يوم يعلن أرقام، ويعرف فيصل هالمعلومة، يعلن أرقام أننا حققنا في أماكن مختلفة، وزارات مختلفة، مستهدفات الرؤية قبل الرؤية. غير الحفلات الموسيقية، وده حيبان قوي في موسم الرياض الرابع، وياريت نبتدي نلقي الضوء عليه، في أشياء كثيرة عظيمة هتحصل، وفي
أحداث عالمية هتنتقل إلى الرياض، وفي حفلات، ويجب أن أشير بين هلالين إلى نجاحكم في عمل فورمات جديدة في الحفلات، يعني أغربها وأعجبها اللي احنا شفناه في ليلة الدموع مؤخرا وأشياء كثيرة، والأماكن اللي هي بتاعت المدن الصغيرة، الأماكن بتاعت المطاعم، الأماكن البوليفاردز كلها، الملاهي، في مدن اتبنت على الأرض، يعني كمان ليس الأمر حفلات وبتنتهي، ومرواس واستوديو مرواس، كل هذه الأشياء بقت موجودة على الأرض شيء ممسوك. السينمات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، هذه الطفرة في دور العرض السينمائية، كل هذه الأشياء بتحدث وحتتطور ايضا في الموسم الرابع. انت عاوز اعطيك تفاصيل جزئيه الموسم الرابع؟ يا ريت، لان الحلقه هذه اعتقد تعلن بعد اطلاقنا للمؤتمر. اخذ وعد منك يعني. لا وعد، ما فيش حاجه هتطلع بره. طيب، الموسم الرابع هذا مركزين فيه بشكل اكبر على العالم، من اليابان لامريكا، نستهدف هذه الشريحه. في عمر الافتتاح راح يكون بشكل عالمي مع شركة لأول مرة تقوم باحتفال خارج منطقتها أو الزون اللي هي شغالة فيه، احتفال افتتاح تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بعد مباراة الملاكمة اللي راح تذهل العالم، اللي الآن عندنا طلبات يا عمرو بس على مباراة الملاكمة من بريطانيا، فقط من بريطانيا 10,000 طلب تذكرة الآن مؤكد من بريطانيا، تمام؟ فقط. لسه قاعدين أمريكا، الشركات اللي إحنا نتعامل معها ما عطتنا الأرقام اللي وصلنا رقم بريطانيا حتى الآن، وفي شركات مع ألمانيا واليابان. شفت هالمباراة هذه الملاكمة وحجمها، في قدها مبارتين أو ثلاثة خلال الموسم ملاكمة تاريخية. ده احنا دخلنا الملاكمة من أوسع أبوابها، من أوسع أبوابها. في حفلات عالمية انتهينا منها تاريخية، تمام؟ في كاس لموسم الرياض كرة قدم بمشاركة فريق النصر والهلال، كل واحد منهم على حدة بنظام الدوري، مع فريق عالمي راح تكون حديث العالم. مفاجأة، مفاجأة. شكل دوري وليست مثل النماذج السابقة اللي ميكس الفريقين، لا، دوري عدة مباريات. في عندنا حفل جوي، اللي يعتبر جائزة جوي اللي احنا نظرنا فيها كهيئة ترفيه وكموسم رياض بنظرة نبغى ستاندرد جراميز والأوسكارز والإيمي، وفعلا احنا بكل فخر نقول احنا مهرجان ينافسها. ما حد يقدر يعمل مهرجان للانترتينمنت وجوي مثلنا في الشرق الاوسط بمثل هذه الجوده. اتمنى ان يكون في ناس تنافسنا بمثل هذه الجوده، عشان برضو احنا يكون حافز لنا ونرتقي. النسخه هذه حتكون مميزه ومذهله. في عندنا معارض، في شيء احنا تميزنا وهذه ميزه صله، تحطيم الارقام القياسيه في البناء. البوليفارد الاول اقيم في 100 وحاجه يوم، البوليفارد الثاني وولد اقيم 82 يوم. هالسنه بنينا القاعه الهول، بوليفارد هول، في 60 يوم اللي حتقام فيها الملاكمه. هذه تعتبر البوليفارد الثالث، على مساحة 200,000 متر، غير مواقف سيارات، بمواصفات عالمية مذهلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تشيل 40,000 مشاهد، غير قسم الفي آي بي والبوكسات، ارتفاع القاعة أكثر من 50 متر. أخذنا رخصة من الفيفا لأنه ممكن يتلعب فيها مباريات لكرة القدم. هذه حتكون قاعة مخصصة للملاكمات، الحفلات العالمية عندنا والمعارض. القاعة هذه هدية موسم الرياض للمملكة ولأهل الرياض بشكل خاص، تقدر تشيل 5 معارض عالمية كبيرة في نفس الوقت.
هذه هذه هذا منجز كبير. بوليفارد سيتي انت تعرفه كويس طبعا، زدنا مساحته والاي بي اللي فيه، تمت اضافه 60% اي بي جديده. ممكن عدنان بعد شوي يعطيك نماذج للاي بي. وبعدها بوليفارد وولد زدنا مساحته 40% وزدناه اربع دول. اربع دول جديده غير الدول اللي كانت موجوده السنه اللي العشره اللي كانت الموجوده السنه اللي فاتت، فصرنا 14 دوله. وينترلاند كانت في ارض معروفه في طريق الملك فهد، هي ارض ملك لصندوق الاستثمارات العامه ولا فيصل صحيح. سلمناها لصندوق الاستثمارات العامه لانه صندوق الاستثمارات العامه السنه هذه يبغى يبتدي فيها مشروع خاص فيه، واحده من اكبر الابراج السكنيه وكذا. فعلى فكره والارض هذه برضو في مشروع تطوير جنبها لانها في حي الغدير، من ضمن مشروع الكبير اللي قاعد يقوم فيه سيدي الله يحفظه الرياض الخضراء. بس مساحه الارض هذه اللي جنبها راح ينبني 7 حدائق وتقريبا 46,000 شجره. 7 حدائق بهالسنه باسمي تبعنا، تبع مشروع الرياض الخضراء، سلمناها لهم للصندوق. فعطانا الصندوق ارض اروع واسهل لزبايننا، للفئه اللي احنا مستهدفينها في شمال الرياض عن طريق الملك سلمان مع الامير تركي. الثيم حق البارك هذه السنه ثيم الجاردن. واحنا زي ما تعرف نملك نسبه في المصنع حق الالعاب نفسه في العالم اللي هنا في لندن، والعاده احنا الثيم حقنا الثلج والشتاء. الان هالسنه الجاردن باكثر من حديقه، اكثر من 42 رايد و 120 مطعم ومقهى. في مهرجان احنا بنتحول لديزني لاند كبيره ويمكن اكبر، لين يجي مشروع سيدي الله يحفظه اللي سبع او 6 اضعاف مدينه باريس القديه. انا ماني بعضو فيه، عضو فيه اخوي فيصل، هو ممكن في المستقبل يتكلم جزء بسيط يعني عن اللي يعرفه عن الموضوع. لكن في اسبوعين مهرجان الفود تراك تعرفهم، عربيات الاكل على مستوى العالم، افضل 100 فود تراك في نيويورك وبريطانيا حيجابوا الرياض، حيسكروا هنا وحيجابوا الرياض بنفس الستاف حقهم في منطقه معينه قريبه من البوليفارد، ليست في البوليفارد، قريبه من البوليفارد. بطوله بادل للعالم، بطوله عالم البادل اللي من الاتحاد نفسه بكل النجوم. في مباراة تنس قاعدين نقفلها الآن، نعلن عنها في وقتها. ديزني حتحتفل هذه السنة بمئة سنة على ديزني بالقلعة في الرياض، هيجيبوا القصر بتاعهم في موسم الرياض، 7 شو يوميا في القلعة نفسها وبالألعاب النارية في الليل بنفس الستاف حقين ديزني لمدة 2 شهر. وفي ايش كمان يا في حيكون طبعا اي بي زي بليبي للاطفال، اكسبيرينس لباربي، حيكون في اكبر بارك في العالم اميرسيف، وهذا يعني لاول من نوعه في العالم، اللي هي تجربه ال اف تيز، ويمكن يشاركوا بال الشخصيات الكرتونية ممكن يحطوها في الجيمز، ربطها من الاميرسيف بارك مع الكثير من الاكسبيرينسز. حيكون في كافيه القطط برضو موجود مع كافيهات البلوت، في تغيير شامل. وفي من اهم الاشياء جيم مايك تايسون في النافوره هذه السنه، اول مره حيصير في نافورة بهذا الشكل، شاشات وتفاعل في نفس الوقت. في تجربة الـ WWE بشراكة معهم، ده كل ده مبنى 3 أدوار، ده السيتي بس مبنى 3 أدوار بكل نجوم الـ WWE، بالمبيعات بكل حاجة موجودة تخص الـ WWE. في أيضا متحف البالونات، في البالونات، وفي ليجند هذا متحف بالشراكة مع فيفا ولاليغا، متحف يحتوي على 30,000 قطعة كروية نادرة، منها كأس العالم اللي انسرق، منها تيشيرت مارادونا اللي فاز فيه في كأس العالم. في تجربة ومقهى
لليغا. طبعا البوليفارد سيتي بيكون في اكبر موسم مسرحيات حيكون يقام في البوليفارد. عندنا اسماء قويه جدا، حوالي 34 مسرحيه او 35 مسرحيه. سيتو باربي، وفي باربي صح، هم دي نجمه العالم الان. وفي بطوله الكلاب سواء صيد او كلاب بوليسيه. سيد مستشار بيسمع الكلام ده. ده بوليفارد سيتي لسه، احنا دلوقتي يعني بنعطيك الاي بيز واحده، يعني في اشياء كثيره حتبقى مفاجآت. السؤال اللي دايما بساله لحضرتك، اللي بيسمع الكلام ده كله عنده هيبقى سؤال واحد وهنجاوب عليه بعد الفاصل. هو مش نص ده كان يكفي؟ يعني نص كل هذه الاشياء سواء اللي حصلت في الثلاث مواسم او الموسم الرابع الرهيب ده، مش كان نصه يبقى كفايه؟ يعني يكون كفيل انه يدي ما يسمى بالواو افكت او بالترفيه الكامل للمواطن السعودي وللسياح المملكه العربيه السعوديه. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونكمل هذا الامر ونرد على هذا السؤال، لانه يعني اللي هيجي المملكه في هذا الوقت هيروح فين ولا فين ولا هيعمل ايه ولا ايه؟ خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. احنا عندنا سبق اعلامي بنعرف تفاصيل موسم الرياض وبنرد على كل حاجة يمكن اتقالت في الثلاث أربع مواسم اللي فات، كل الحاجات اللي في دماغ الناس بتتكلم فيها وعايزة تسمع فيها ردود. وزي ما قلنا معانا جزء من الفريق اللي بيشتغل مع سيادة المستشار. خلينا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني، أرجوكم ابقوا معنا.